رباع وشم مربعين الروس؟ هذا السؤال انطرح مليار ألف مرة، ويجيك واحد يقول لك البيعة. لا توجد أي بيعة. قبيلة واحدة صحراوية، لا توجد قبيلة صحراوية باعت للملوك أو السلاطين المملكة المغربية، لا توجد. يقول لك عن فيها بيعة واحدة، الشيخ محمد، الشيخ ملعينين العينين. سبحان الله، الشيخ ملعينين العينين ولده بايعوا له المغاربة في مدينة مراكش. هذو المربعين الراس، هذو العبيد بايعوا لهذا الراجل في مراكش، هم يقولوا عن الشيخ ملعيني عنه بايع. والجواب جاهم من الأمم المتحدة على ذيك قضية البيع بالمحاكم، وقالوا هذيك البيعة. ونحن نشتغل، سبحان الله، محمد يذكر لك البيعة ولكن ما يذكر لك عن المحكمة، ما اللي تقول عن ذم روابط بين الصحراويين والموريتانيين. ما اسم موريتان؟ هذاك التاريخ الموريتاني لا يحوز لي، ويكرطوه مباشرة، إياك، يبرهنهم العلم بالكذب وبالنفاق عن هذه الأرض، عن أرض المغرب. لا يوجد أي برهان عن الصحراء المغربية. لولا كانت مغربية ما تعود المملكة المغربية وموريتان، قسم هذه الأراضي الصحراوية والموريتانية في الرباط، مدينة الرباط، والله بغيتك، يوم هذا 4. بغيتك هذا الموضوع، هذا الموضوع بالضبط. بغيتك تشرحه لهذو المردعين، هذو تشرح لهم كيف تم تقسيم الصحراء الغربية مع موريتانيا في 75. التقسيم الأراضي هو يسمى، وأي إنسان عندك 287 إنسان يكتبوا في الجوجل مباشرة رسم الحدود بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية، أمر لكم مباشرة. رسم الحدود هو تقسيم الأراضي الصحراوية يوم 14 ستة 1976، وسبعين قسموه في مدينة الرباط، موقعها من جانب الموريتاني الوزير الخارجية الموريتاني حمدي والمكناس رحمة الله علينا وعليه، عليه. وقعها من جانب المملكة المغربية هو الوزير الخارجي المغربي العراقي فلان العراقي. عبد الكريم العراقي. وهذه الاتفاقية بخريطة، فيها خريطة جغرافية. الملك الحسن الثاني، المقبور الحسن الثاني، يقول يا شعبي العزيز، وادي الذهب أرض موريتانية. والمختار ولد الداه يقول ان الموريتانيين الساقية الحمراء أرض مغربية. هذه الاتفاقية مسجلة في الأمم المتحدة بالقانون الأممي رقم 102، وهذه الاتفاقية ما زالت إلى اليوم موجودة في الأمم المتحدة، إلى اليوم موجودة في الأمم المتحدة. ويجيك واحد مربع الرأس ويقول لك لا، موريتان في اتفاقية مدريد خرجت بعد الاتفاقية، كان موقع عن موريتان تخرج بعد 4 أشهر. هذا كذب. لا، وبعد توقيع هاي الاتفاقية الأخ الكبير، بعد كيف دخلت موريتانيا للوادي الذهب؟ بالقوة بالقوة. طبعا موريتان خشت بالقوة. موريتان عرض عليها من الوزير الخارجية آنذاك الأمريكي هنري كنسجر. كيسنجر عرض على موريتان مسيرة خضراء، نفس المسيرة الخضراء العدو المقاربة، عرضها للموريتانيين، للرئيس الموريتاني، والرئيس الموريتاني رفض. هنا طرح سؤال، لماذا يرفض الرئيس الموريتاني؟ به اللي الشعب الموريتاني ضد الحرب بين الموريتانيين والصحراويين. إلى اليوم ما تجبر موريتاني ما قال لك نحن الموريتانيون ظلمنا الصحراويين، والأرض ليست أرض موريتانية أبدا. هذا هو الأسباب، موريتان ما عادت هذه تقول لي المسيرة الحمراء والزرقاء والصفراء يسموهم. تفضل أخي الكبير، اسمح لي. نعم، زيد زيد تفضل. من خاض الحرب لتحرير وادي الذهب من موريتانيا؟ هل الجيش المغربي أم الجيش الصحراوي؟ الصحراويين هم أول إنسان يقبض السلاح، أولا قبل قاع الموريتان والمملكة المغربية،
البوليزاريو هو اللي رد السلاح ضد المستعمر الإسباني. أول عملية عدلوها البوليزاريو هي يوم عملية الفرقة. 20 مايو 1973 73، يعني زاد 10 أيام بعد تأسيس بعدها البوليزاريو. والله وين كنت في المغرب؟ وهنا نطرح سؤال، ونعتبر أنك أنت محمد مغربي، والصحراويين مغاربة، والصحراء مغربية، ما عندي مشكلة. نطرح سؤال، البوليزاريو، هل أنا ذاك البوليزاريو 1975 متأسس من 20 راجل، 20 راجل، هل هي أقوى من الجيش المغربي؟ أبدا. هذه 20 راجل هي الحارب الإسبانيين. لماذا المملكة المغربية آنذاك مستقلة، دولة مستقلة وعندها جيشها وعندها نظامها وعندها الطائرات وعندها الدبابات وعندها وعندها وعندها، لماذا ما يحاربوا الإسبانيين؟ سبحان الله، أنتم الصحراويين حاربتوا الإسبانيين، والصحراء مغربية أنتم حاربتوا الإسبانيين، وأنتم حاربتوا الموريتانيين، خرجتوا الموريتانيين من الأراضي الصحراء المغربية بين قوسين. ولكن انت المملكة المغربية، لماذا المملكة المغربية ما ما تدخل تحارب الحرب. موريتان، تحارب موريتان على أرض مغربية؟ المنطق هذا لا حد انه قاعد المنطق يتكلم وحده، هذا المربع الراس ما يفهموه. وكم دامت الحرب بين الجانب الموريتاني ومقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي؟ تقريبا 4 سنوات هي أول 4 سنوات. عملية، أول عملية والحرب قصف بين الموريتانيين والصحراويين هو قصف من البوليزاريو. البوليزاريو بعت، وهذا الاختيار الصحيح ياسر من الكلام اللي ينقال هنا تاع الخاوي والكذب، يوم 28 نوفمبر 1975، يعني 14 يوم بعد اتفاقية مدريد، موريتان آنذاك عند عيد الاستقلال وفي حفلة كبيرة وعدد في الورشوب، وكان فيها الولي المصطفى السيد رحمة الله علينا وعليه، كان جالس في المنصة الرسمية. نطرح سؤال، هذا الإنسان لماذا يجلس في المنصة الرسمية؟ من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل يمثل حركة البوليزاريو واستدعاء من دولة موريتان، استدعوه وجاء هذا الرجل. ولكن هذا المرحوم الولي المصطفى السيد كان جاي عنده مهمة، مهمة هذا الولي المصطفى السيد هو يقنع المختار والداداه لخروجه عن اتفاقية مدريد، انسحابه من اتفاقية مدريد. وخليك بينهم لقاء بين المختار والداداه، المرحوم المختار والمرحوم الولي المصطفى السيد، والولي في النقاش هم يقنع المختار والداداه انه ينسحب من اتفاقيه مدريد، ورفض المختار والداداه. رفض المختار، قالوا اوكي انا ما عندي كون حارب ونحرر الارضيه، ذا كلام الولي المصطفى السيد. هذا معناه شنو؟ اني نجيك انت محمد ونقول لك انا ما تلا عندي كون نحارب ونحرر الارضيه، معناه شنو؟ اعلان الحرب. طبعا. بارك الله فيك. مشى الولي ليه المصطفى بعد السيد، يعني لانه بعد لانه بعد يعني طلب يعني تقدم طلب للمختار والداده رحمه الله عليه. طبعا هو راس يقنع المختار انه ينسحب من اتفاقيه مدريد ويخلي المقاربه وحدهم وهم اللي يخشوا مع المقاربه. رفض المختار، انسحب الولي المصطفى السيد رحمه الله علينا وعليه. ذيك الليله ما بات في موريتان، مشى من نواكشوط، ذيك الليله ما بات في موريتان ابدا، بات في أراضي صحراوية. يعني عاد يوم 9 ديسمبر، يعني 10 أيام ولا 11 يوم، أول عملية بالحرب عدلوها البوليزاريو ضد الجيش الموريتاني. الجيش الموريتاني أول عمل أين كانت؟ كانت في إنار، مدينة إنار، يبتدي على إنار ولا الشوم، النواحي بعد السبتة، النواحي السبتة ذوك، لا إنار وأنا قاعد مقرش عنها إنار،
عن حرب سنتات يوم 9 ديسمبر 1975. وهون نأكد مرة أخرى على أنه الجيش الشعبي الصحراوي هو اللي دافع عن وادي الذهب، وهو اللي صحيح طرد منها موريتانيا، وليس المغرب كما يدعي، كيف يقول لك استرجاع وادي الذهب. وهو يعني حتى أنهم لا يفتحون قوس للشعب المغربي، يقول لهم كيف تم استرجاع هذا الجزء من الأرض المزعوم. استرجعوها من من؟ أي هذا هو السؤال، استرجعوها من من؟ موريتان أبدا سلمت الأراضي لا للصحراويين ولا للمغاربة، أبدا. موريتان انسحبت، خرجت مباشرة. خروج موريتان كانت فيها اتفاقية، اتفاقية الجزائر العاصمة 1979، وموقعها أحمد سالم السيدي، الوزير أحمد سالم السيدي ابن عمي وابن عمي ظهري نعم شكرا. مباشرة، رحمة الله علينا وعليه. الشقيق رحمة ايه ابن عم شقيق. والله والله هذا الرجل في هذه الاتفاقية، ونختار ننبه المربعين الروس، البند رقم 1، موريتان تعترف عن هذه الحرب ضد الصحراويين ليست شرعية. معناها شنو؟ معنى على أنه موريتان احتلت أرض الصحراء الغربية. والمغاربة احتلوا الأرض الصحراوية، تمام. ليست شرعية. نرجع لاتفاقية مدريد، عن اتفاقية مدريد ليست شرعية. بهذه اتفاقية مدريد تقول إسبانيا تسلم الإدارة المؤقتة للموريتانيين والمغاربة، مغاربة. إدارة مؤقتة. يعني قالت لك موريتانيا في اتفاقية الجزائر بند 1، الحرب ضد الصحراويين ليست شرعية. البند رقم 2، الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعترف بالممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي والبوليزاريو، وموريتان تعترف بكل الأراضي الصحراوية هي صحراوية. وفي هذه الاتفاقية موريتان ترسم الحدود. أبدا خليك لي ترسيم الحدود، وموريتان من هذا اليوم أبدا ستطالب شبر واحد من أراضي صحراوية، والصحراويين أبدا يطالبون بشبر واحد من أراضي تراب موريتانيا، موريتانيا. مع أنهم رسموا الحدود. محمد، هذه حدودك الكبير، هذه حدودك، أنا الأقرب حدودي. وليست حدود موريتانيا مع المغرب، باش أبدا الناس باش تفهم يفهموا مربعي الرأس كذلك. موريتان ما عندها اتفاقية رسم الحدود بين المملكة المغربية وموريتان إلا اتفاقية واحدة، اللي هي قسم الأراضي الصحراوية، اتفاقية واحدة وهي قسم الأراضي الصحراوية. يريدون يعترفوا بها المغاربة، نقول لهم أنا بارك الله فيكم، وادي الذهب أرض موريتانية. وتوف أنا الموريتاني عندي اتفاقية مع الصحراويين، رسم الحدود مع الصحراويين، هذه 2400 كيلومتر من القويرة إلى الحدود الصحراوية مع الجزائر، أنا نعترف عنها أرض صحراوية ورسمت عليها ووقعتها. هذا فهمته؟ ولكن هل حدثت خيانة أخرى أيضا للشعب الصحراوي حينما سلمت موريتانيا أيضا وادي الذهب للمحتل المغربي؟ موريتان أبدا سلمت الأراضي الوادي الذهب للمحتل المغربي أبدا. ماذا حدث بالضبط يعني؟ هو اللي حدث عنك أنت موريتان بعد 7 أشهر من هذا اليوم اللي وقعوا فيه اتفاقية ستنسحب موريتان من هذه الأراضي، وهذا كان طلبا من الصحراويين عن موريتان. أنت أمرقي عن نتوف أمرقي عندك 7 أشهر تنسحب موريتان. موريتان علمت الأمم المتحدة، هون بنجي في الخيانة راعية هون. موريتان علمت الأمم المتحدة بانسحابها بعد 7 أشهر من الأراضي الصحراوية، ولكن موريتان لم تسلم الأراضي للأمم المتحدة، قالت لهم احنا مارقين من 7 أشهر مارقين. هون المخابرات الفرنسية جبروا المعلومة واتصلوا بالحسن الثاني،
هم المخابرات الفرنسية اللي اتصلوا بالنظام المغربي وقالوا له موريتانيا ستنسحب، وأنا ذاك موريتانيا تنسحب. المملكة المغربية، الجيش المغربي خش على الجيش الموريتاني، بعض من الجيش الموريتاني، والعلم الموريتاني مازال يرفرف بالأراضي الصحراوية بالداخل كل هذه الأراضي الصحراوية مازال يرفرف. ايه او قد سرد ذا كامل هو أو سير او سرد بير قندوز بير نون هيريس قندوز وذا كامل الحديث ذاك كامل، خش عليهم النظام المغربي والعلم الموريتاني يرفرف. قلعوا العلم الموريتاني وداروا العلم المغربي، انسحبت موريتان وخرجت. هذا هو اللي خلي، هذا هو اللي خلي. فيما يتعلق بالجويرة. الجويرة، الجويرة فيها، الجويرة فيها اتفاقية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهي في أمانة الموريتانيين ولكن بشروط. مع انك انت محمد امنت علي انا هذا البيت، ولكن انا الموريتاني اشترطت شروط على الصحراويين. الشرط رقم واحد، هذه القويره ما يخشها صحراوي رافد اي سلاح، هذه رقم واحد. رقم اثنين، اي صحراوي جندي عسكري او ما هو عسكري عنده الحق يخش هذه الاراضي ولكن ما يبات فيها. هي هذا لا للأمن، ما يبات فيها إنسان يسوغ منه. وهذه الأراضي ما يقدر مغربي حامل الباسبور المغربي أو جندي مغربي يخش هذه الأراضي، يخش أي مغربي هو إعلان الحرب مع الموريتانيين مباشرة. راقوها المغاربة 1990، الملك الحسن الثاني راقها، راقي خش القويرة من البحر، واتصلوا به الموريتانيين وكانوا ليخشوا حرب مباشرة. الجيش الموريتاني تحرك، لولا تدخل فرنسا، الرئيس الفرنسي آنذاك هو اللي تدخل بين الموريتانيين والمغاربة، ووقعوا المغاربة اتفاقية مع الموريتانيين على أنهم عن الشغل. An idiot is attempting to reach you on your cellular device. An idiot is attempting to reach you on. اسمح لي، كان يتلفن لي رجاش. والمغاربة الحسن الثاني وقع اتفاقية مع الموريتانيين عنه أبدا أبدا البحرية المغربية تلحق 25 كيلومتر من البحر القويري. هاي اتفاقية معادلة 1990. تمام. إذن بالنسبة لكل المغاربة لا يسمح لهم أبدا بدخول الجويرة، ولا أبدا. يسمح أيضا للصحراويين بدخول الجويرة، وحتى إن دخلوها فإنهم يعني لا يقضون فيها، فهمت اللي يعني ما يباتوا فيها. الصحراوي مقبول، الصحراوي، لا صحراوي يدخل. الصحراوي يدخلها، الصحراوي يقيس السلطات الموريتانية ويطلب رخصة، يتعطى له هذه الرخصة يقدر يخش القويرة ولكن ما يبات في القويرة. ولكن دائما سابقا برخصة من موريتانيا. بالرخصة من الموريتانيين. نعم. فيما يتعلق باعتراف موريتانيا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. نعم، متى كان ذلك الأخ الكبير؟ 1984، 1984. والأسباب، أسباب موريتان تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي فُرض عليها، لنبدو واضحين، فُرض عليها من المملكة المغربية. المملكة المغربية عدلت الشكوى من موريتانيا عند الأمم المتحدة. ما هو هذا الشكوى؟ تقول المملكة المغربية واتهامات على الدولة الموريتانية عن المقاتلين الصحراويين يخشوا أراضي موريتانية ويضربوا بالمقاربة ويرجعوا الأراضي الموريتانية الجيش الموريتاني يحميهم. هذا هو الشكوى من المملكة المغربية، والحمد لله اللي جاء هذا الشكوى. بس نقول لك، نقول الأسباب، نقول لك الحمد لله. الأمم المتحدة مشاو وفد، هذا الوفد من الأمريكيين
والفرنسيين يبحثوا عن هذه الاتهامات المعدلة المملكة المغربية على موريتانيا. والله ولله الحمد والشكر هذا الوفد كيف جاء اليوم ولا يصبح ماشي ماشي واحد الحدود الموريتانية الصحراوية، ومشى معاهم الرئيس الموريتاني انذاك محمد خونة والعدالة. شوف سبحان الله مشى معاهم وقاد النهار من قد في نواكشور وعد الانقلاب 16 مارس 1981 على الرئيس ولد هيدال، على الرئيس والهيدر، والحمد لله ذاك الانقلاب ما نجح. والناس اللي معدل الانقلاب هما كانوا يتدربوا في المملكة المغربية. سبحان الله لا 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 مولانا توف قد سمعت لا مولانا يوم 16 مارس حتى قيل لي انه كان هناك كوموندوس مغربي جاء من الرباط، كوموندوس مغربي ايضا عسكري هذا يعني شارك في لا 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 ما شارك فيه ولا كوموندوس مغربي ولا اجنبي، وهم الكوماندو هذا اللي كان يتدرب في المملكة المغربية. والخطة معدلين في المملكة المغربية حسب كلام محمد خونة والهيدال، قال عن المخابرات الموريتانية جبرت الأخبار، ولكن كانوا يتوقعوا هما جيش كبير من المملكة المغربية، ما كانوا يصوروا عن اللي يجوا عشر قولي أرواقيش. ولكن أنا قلت لك الحمد لله اللي هو ذاك الوقت ما كان في نواكشور وما طاحوا عليهم، كان معدل مبرمج نفس مبرمج اليوم، الانقلاب مبرمج نفس نفس اليوم المجلس الوزراء، هم كانوا يطيحوا عليهم في مجلس الوزراء يكردوهم كاملين في البلاد. والحمد لله هو مشى نفس الليلة. المهم أنه جال الحدود ومعه هذا الوفد، والوفد شاف عن ما فهم أي برهان عن المقاتلين تدعيات الصحراويين المغرب. الدعايات المغربية، لا يوجد أي برهان. هون فرض على النظام الموريتاني يعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بهم للمغاربة، عادوا يزيدوا الحزام وعدين حدود موريتانية، عادوا يقربوا من الحدود الموريتانية. وهون عادت الحرب تخش أراضي موريتانية، يخبط مغربي صاروخ يخش في أراضي موريتانية مباشرة. ممكن محمد خونة والعدالة واعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة من 1984 إلى اليوم. إلى اليوم موريتان تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. فيما يتعلق بالأخ الكبير ما يسمى بالطابور الخامس للمغرب داخل موريتانيا، واللي ينشط يعني ينشط في ياسر من المواقع باش فعلا يأثر على الشعب الموريتاني في علاقته بالشعب الصحراوي، وفي نفس الوقت يعني يحاول على انه يصدر بعض المؤامرات الى مخيمات العزة والكرامة لأجل نشر الفتنة. هل هذا نعم صحيح؟ شوف صحيح، هو صحيح. شو علينا نعود نقول واضحين، المملكة المغربية عندها مخابرات كبيرة في دول موريتانيا، ولا بكل صراحة أنا ذاك توقيف الحرب، بعد توقيف الحرب 1991 هذه قنصلية المغاربة في مدينة نواديبو عملت كثير وخدموا ياسم الخدمة بكل صراحة. مش ياسر من الشباب الموريتاني من أصول أهل الساحل، خصوصا أهل الساحل، مشاو بشور المملكة المغربية وبايعوا المملكة المغربية بالأموال. أنا شخصيا أنا خلاقة بن واديبو وكابر بن واديبو، واتصلوا بي أصدقاء اللي هم يعملوا المخابرات ونعرفهم، اتصلوا بي أنا ذاك ودعموني وكذا، ولديس المملكة المغربية ولي تكره في الجامعة ولي تتخرج وكذا وكذا، وذا كامل حساب المغرب امشي وبايع. وانا اقولي انت صحراوي، رفضت مباشرة، أنا ماني صحراوي أنا موريتاني، ورفضوا كثير من الشباب اللي نعرفهم أنت موريتاني. نعم مشى كثير وكثير من الموريتانيين من الموريتانيين يبايعون عنهم صحراويين باسم الاستفتاء اللي كان يعتل. ياك يجيك أنت موريتاني بيضاني يتكلم بالحسنية الصالحة يقول لك أنا، ينقال لي محمد ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، مع انه هذه لعبه عدلها المغاربه وزقلوا فيها كثير من الاموال، وما زالوا هذو الناس اللي بايعوا
ما زالوا بالداخل وفي السمارة وفي العيون وفي أوسرت وفي كل المدن الصحراوية إلى اليوم، نعرفهم لا أكيد. تنمو إلى اليوم. وكان هناك عميل قالوا محمد خباشي كان نشط أيضا في قنصلية المغرب في نعرفهم موريتانيا. نعرفهم، وانت قاعد نعم تصور القنصل هذا من 1991 إلى اليوم نعم هي به حدثوا حق بالحق. عنده شبكة، إيه به عنده شبكة واسعة. حتى السفير المغربي السابق بن عمر اللي هو شقيق أيضا هذا والي الاحتلال المغربي على الداخل المحتلة، هو أيضا قضى تقريبا حوالي 27 سنة كسفير للمغرب في نواكشوط بسبب أيضا تجذره والله إشرافه على هذا المخطط الاستخباراتي الكبير. هناك نقطة أخرى تتعلق بالأساس بالعمليات التي كانت تصنعها المخابرات المغربية انطلاقا من الأراضي الموريتانية، وعلى رأسها قضية أكجيجيمات اللي عقدت عليها، اللي كان جابوا حوالي 100 شخص، 99 شخص قالوا إنهم عائدين بين قوسين إلى أرض الوطن، وكان يتزعمهم أحد الأشخاص اللي كان مديرا سابقا لميناء نواذبو، وأيضا شيخ آخر أيضا حتى هو قد يقول عنه قد يعود عن صحراوي. وهذه العملية الاستخباراتية التي أنفقت فيها المخابرات المغربية مئات الآلاف من الدولارات باش يكذبوا على العالم. من يعرف كان ذكر هذه العملية ولا بدأ نعم، وين قالوا حمادة ولد درويش؟ حمادة ولد الدرويش؟ تمام، قالوا حمادة ولد درويش، الله وأنا يسكن حاليا في ضواحي الرباط. نعم، وأنا نعرفه شخصيا، نعرفه شخصيا في نواذيبو، ونعم كان مدير ميناء نواذيبو. وسبحان الله هذا الإنسان، حتى الموريتاني يبقوا هذا الرجل يقول كثير به، لإنسان بكل صراحة اليوم واضحين، إنسان من ثقة، إنسان بخلق، إنسان أنا نبايع. أنا أقول ما صورت هذا، ما هو معقول عندي. هو إنسان متواضع، إنسان مثقف، إنسان متفتح. وكانوا الموريتانيين يقولون عنه ربما لا يعود الوزير الأول الموريتاني، وكانت عنده شعبية الراجل، كانت عنده شعبية في نواذيبو. نعم خدموا به المخابرات المغربية وبايع، وراح للمملكة المغربية وبايع بس مع أنه مغربي. وانا متابعه في الفيسبوك، اصدقائي هو في الفيسبوك، ونشوف الكتابات اللي يكتبون يجاوبوا وكذا وكذا. ولكن هذا هو اللي عدل المغرب. يمشي ولك واحد عنده رجاج مهم وكبير وقاري وعنده يقول لي عنده قيمه، يلين يجي المملكه المغربيه يستعملوه اسبوع اسبوعين شهر شهرين، يصبح بعدين يزرقوا عنهم ودي بالكبد. بقى مزروق فيما تياه، يزقنا فيما تياه بالداخل وبالعيون وكازا ها هبط مباشرة. رجع لنهارات الموريتان وجلهلو وعدلوا حفلة وكذا وكذا، ولكن نقضوا كثير من الموريتانيين، كثير من الموريتانيين خشوا الفيسبوك ونقضوا هذا الرجل وقالوا عنه خائن، أنه هو خان الدولة الموريتانية وخان الشعب الموريتاني. طالبوا فماتيا واحدين أنه يحاكم بهذه الخيانة اللي عدل. ولكن هو جا موريتان حامل الجواز السفر المغربي، هذا هو من الأسباب يطبق به القانون. جميل الأخ الكبير والله، جزاك الله خيرا على كل هذه التوضيحات. إن شاء الله نتم نعدل مرحبا بك. نوبات إن شاء الله مثل هذه اللقاءات باش فعلا هاي مربع الرأس يفهموا أن قضية الصحراء الغربية هي ما قضية بسيطة جدا كما يصور لهم هذا نظام العميل، لأنه لا توفى عبارة قول هو توفى قول الصحراء المغربية والسلام. هناك تاريخ ما يقدر ينمحاه، هناك تاريخ فيه الخيانة لياسر من الشخصيات اللي كانت في هذا الموضوع، هناك دول كانت داخلة في هذا الموضوع، هناك شعب قالوا الشعب الصحراوي اليوم سألنا كاملين، يعني سألنا ضميرنا على أنه لابد هذا الشعب الصحراوي يعود لأرضه مرفوع راسه ومستقل يمارس سيادته على أرضه، ما مجمل فيه حد شيء، نظام الاحتلال يرجع للمكان اللي جاء منه، لأنه هو جاي وافد وجاي زائر كيف جات كذلك موريتان في يوم من الأيام الوادي الذهب ومشات منه. نعم، شكرا لك وبارك الله فيك. مرحبا واسيد وسهلا. بالحال كانك تحرر لي واحد من هذو العبيد، وماذا ايوه عادل من ان شاء الله عادل من زمن عن يتحرر قبلني. وان شاء الله ان شاء الله أيوة مشكور انت مرحبا والله، بك، مرحبا جزاك بك، الله خيرا سلام والله، عليكم، والنبي سلام وعليكم عليكم. السلام ورحمة الله.